السلام عليكم خوتي، معكم عبد الرحمن تعلي دائرة تيسير ولاية بومرداس. ماذا بكم خوتي لا تقدروا تبارطاجوا لي هذا الميساج باش يحل الوزير العدل. سيدي وزير العدل حافظ الأختام، أنا يا شاب استفدت من قرض لونساج في 2015 مدعوم من طرف البنك كطرف ثالث في القرض. في 2016 تعاملت مع فورنيسور اللي هو شركة مؤسسة ديسك بلو من الأخضرية على ماتريال، وقال لي بلي متوفر عنده وقبل الشروط قبل وسيني على الاتفاقية اللي بيناتنا. بعدها عطيت له الشاك بنسبة 30% من القرض الإجمالي. اليوم مجو اللي عطيت له الشاك أنايا اللي شدو داروا في الجيب، قال لي بلي العتاد غير المتوفر وقال لي ما نقدر ندير لك والو. عطاني طلب تغيير العتاد اللي دفعته في لونساج ورفضت لي المؤسسه الوطنيه اللي تدعم تشغيل الشباب، رفضت لي الطلب هذاك وقالت لي لازم يجيب لك العتاد اللي اتفقتوا عليه. وهو قال لي بلي الماتريال ما كاش، انا اصلا راه خدعني. بعد مده سيد الوزير جابني الماتريال وجازت لونساج باش تعينو، واتضح بلي هذاك الماتريال مغشوش وفيه تغيير في الصفات الجوهريه، نبدلو لا مارك. واصلا قال لي بلي الماتريال ما كاش، منين جابو الماتريال هذا، منين خلقو. بعد رفض العتاد من طرف المؤسسه الوطنيه لدعم تشغيل الشباب في بعد شهرين، عطاني طلب ثاني اللي هو يصرح فيه بلي العتاد غير متوفر في السوق ولا غالب، يقول لك ما نقدرش نجيبو، ما كاينش منين نجيبو. وزاد عطاني فاكتير بروفورما يطلب منها تبديل العتاد. تما هنايا رانا في ثلاث فواتير. شوف سيدي الوزير التلاعب اللي راه يدير فيه كاع الفوليسور هذا، باسكو ما كاينش اللي يحاسبو، ما كاينش اللي يهضر معاه. سيدي الوزير بعد مده ثاني رفع بيا دعوه يطالبني بقيمه الشاك الثاني المتبقي اللي هي 70% اللي لازم تمدو البنكه بعد قبول العتاد. هو العتاد مرفوض من طرف لونساج. لقيتو دافع في كاميله في موضوع من بي في تاع اليوسي تاع محضر وجود عتاد، اللي ما على باليش الدور نتاعو في القضيه واش يكون. هو اصلا عطالي ماتريال وراه يقول لي ماتريال ما كاش، والبي في هذا منين جا، ولقيت فيه بصمه والبصمه ماشي نتاعي سيدي الوزير. انا ما سنيت له ما بصمت له، اللوسي هذا ما يعرفني ما نعرفه، ما يعرفش مين بقى المحل نتاعي وين جاي. وزاد دفع معاه فواتير شراء عتاد، يقول بلي شراء العتاد من عند هذه مؤسسة دوس أ ومؤسسة دوس مسعود. هذه المؤسسة دوس مسعود هذه هي مؤسسة بيع خردوات، تبيع لوازم إعلام الآلي كما كاميرا امبريمونت سيدنا الوزير أسكو، هذه نورمال. فاتورة ثانية زين، فاتورة ثانية اللي هي تاع مؤسسة دوس مسعود. اسكو سيدي الوزير كاين مؤسسة بيع عتاد بقيمة 286 مليون بدون ذكر أو تعيين نوعية العتاد أو رقم تسلسلي ليه، مفاكتور مخدومة على دوموند من طرف هذا الفورنيسور. هاي سيدي الوزير باينة بلي مخدومة على دوموند، فاسيفيكاسيون دو فاكتور وفاكتور نون ريبليمونتار. سيدي الوزير رفعت به دعوى مصوبه بالدعاء المدني عند قاضي التحقيق لدى محكمه برج منايل، اللي بدون اجراء تحقيق بدون بلا معايير وحط لي امر بانتفاء وجه الدعوه، رغم انه كاين كامل الاثباتات اللي تدين هذا اللوسي مع الفورنيسور بالتزوير والتسريح الكاذب. سيدي الوزير نفس المحضر اللوسي فيه تناقض بين اقوال نتاعو، هو المحضر البصمه نتاعي معنا باش واش راه يدير هنايا. اسكو كاين اللوسي اللي تجي فيه محضر اثبات وجود عتاد، تجي فيه بصمه تاع 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 اي شخص ولا ما على باليش هنايا. هذه البصمه فدها من بون ديفريزون، عندي بون ديفريزون بصمت له فيه، رفد هذا الختم نتاعي وحطه هنايا باش يجستيفي بلي صح هذه عندها حجية البي في هذا. حط الختم نتاعي هنايا مرفوض بسكانة، حطه هنايا. البصمة ماشي نتاعي سيد الوزير، تحداها انا يجي يدير معايا مضاد خطوط ونشوفوا شكون اللي راه غلط هنايا، وشو كل واحد اللي غلط يخلص فيها سيد الوزير. سيد الوزير هنايا نشوفوا لي فوتو، راه يقول بلي جا عندي ولقى لابو فوتو الفا، هذا اللوسي اللي ما جاش لعندي راه يقول جا لقى عندي لابوراتوار فوتو الفا. في تصور سيدي الوزير محط لي لابوراتوار ماشي الفا، محط لي لابوراتوار كيس دي كي اس، لا علاقه معاه كامل بلابوراتوار بالالفا. وزيد لابريمون ثانيه راه يقول جا لقى اكسون،
وهو راه مصور فوداك ما على باليش انا التصويره هذه متيليشارجيها من الانترنت ولا من جهه هي تبين سيدي الوزير بلي كوداك ما حتى قاضي التحقيق على باله بلي كوداك ونورمال غمض عينيه وما على باليش كيف انا التحقيق هذا كيفاش داروا سيدي الوزير زيدوا شوفوا هنايا هذه لون فلاش تاع استوديو محمله من الانترنت لامبولا سير فون بلون محمله من الانترنت راه يقول لك جا صورها عندي في المحل سيدي الوزير هذا وشنو هذا سيدي الوزير قاضي التحقيق لم يجري اي تحقيق وما علاش روحو يدير مضاعف خطوط عطاني امر بانتفاء وجه الدعوه كي حبيت روح نكسر شرع ما حبوش يكسروا لي شرع وما نعرفش القانون علاش بلي كاين 3 ايام ديري للاستئناف لعبت فيها ليك الكاتبه تاع قاضي التحقيق ما حوزتني ما قالتليش بلي هكذا حوزتني رحت هضرت مع رئيسه المحكمه قالت لي بلي قاضي التحقيق عنده السلطه يدير واش يحب ما وين اللي قصدته ما لقيتش مشيت كاع بالخطوات القانونيه كاع طرقت لهم ما حتى واحد فيهم ما فادني هما سيدي الوزير لي ديكلاراسيون دو نون ديسبونيبيليتي تاع الماتيريال هذا اللي جابو منين جابو هاي واحد اخرى ثاني ديكلاري فيها بلي ماتيريال ما كاش وراه يقول لي بدل لك على ماتيريال واحد اخر سيدي الوزير الماتيريال هذا منين جابو هذيك العلامه التجاريه هذيك اللي محطوطه تما شكون اللي حطاها تما واحد فيهم هي انايا يا هو سيدي الوزير واحد فينا يتحاسب ما تجوش هذه هكذا لابار هذه ماشي حاجه اللي تروح للتجاري ولا سيدي الوزير زدت كتبت لكم طلب تدخل لحضراتكم عاود تبعثوني عند وكيل الجمهوريه تاع محكمه برج النايل واحد وكيل الجمهوريه محكمه برج النايل قال لي روح للتجاري انا ما عنديش بروبليم في التجاري انا عندي بروبليم تاع تزوير وتسريح الكابل والتزوير ثاني في العلامه التجاريه تاع العتاد وفيها دخل فيها شبكه وكامل على بالهم بلي لي فونيس اللي يخدموا مع شبكه اللي تزور هذه لي ماتريكولاسيون تاع العتاد تزوير في الوثائق ثاني هذه لا فاكتور تاع الجون سعود هذه لبائع خردوات يبيع ماتريال تاع اعلام الي ولاباري فوتو والكاميرا سيدي الوزير هذه ثاني ما تجوش بلا تحقيق هذا لا متواطئ معاه يا متواطئ معاه يا يكون خدمها بلا علمه سيدي الوزير خرج ليكسبير وايد اقوالي وراه يقول بلي صح كاين تسريح كابل في البيبي تاع اللوسي وكان لازم عليه امرات المحكمه باش يخرج يدير المعاينه تاعو كان لازم يرفض العمل تاعو لانه كاين اشكال في في في, في البيبي تاع اللوسي اللي راه يقول بلي هو جا صور اكفا وجلقى اكفا ومصور كيس دي كاس ماشي اكفا سيد الوزير ماما هنايا الخبير يدخل بصح هو خاف قال لنا قضيه كبيره عليا قال لي ما ندخلش في امور اللي كفا مني وكتب لي بلي كاين تناقض بين التصويره والاقوال تاع اللوسي وما حبش يعاونني تما غمض عينيه نورمال وكمل خدمته وهكذاك ضريت انايا منها سيدي الوزير لانه هذا الفونيسور اللي طالبني بحاجه ما عطاهاليش ولا فاكتور نتاعو عطاني اكفا انا عندي ماتيريال مغشوش ما حط لي بيت في اكفا لازم يكون تحقيق هنايا باش يكتشفوا الماتيريال هذا منين جابو شكون اللي خدمو شكون اللي بدل له العلامه التجاريه شكون اللي بدل له الترقيم نتاعو ماشي هكذا اللي تجوز باك سيدي الوزير قلت في الماتيريال هاوليك الكاشي نتاعو هاي الدوزيام هاو الكاشي نتاعو هاي لا فاكتور تاع الماتيريال الجديد هاي الديكلاراسيون تاع الوزيام هاو الكاشي نتاعو هاو الماتيريال الجديد كوداك شوفوا التلاعبات هنايا هاو البي في تاع اللوسي هاي البصمه اللي راه يقول البصمه نتاعي هاوليك الاكفا هذا كيس ديك اس راه يقول اكفا هنايا راه حاط بلي شاف اكفا وهذه كيس ديك اس هاي والله ديجيتال كيس سيستم هنايا راه يقول هذه ابسون على حسب الاقوال نتاعو هاي ليك هاي الكوداك ماشي ابسون هاي ليك هاي بارابلي اللي تيليشارجها من الانترنت هنا شوفوا لي فاكتور تاع دوس ا ودوم سعود دوم سعود فونتون غرو كان كيري دروغ لي بروم بليكتريسيتي يبيع لامبريمونت فلاش فيديو
وصدفة كما يقولوا اباري فوتو كاميرا فيديو كوبي كولي على لا فاكتور بروفورما تاع الفورنيسور. ها هي كاميرا فيديو ماشي محطوط مي با لا مارك تاعها كانون كوداك والو، كوبياها حطها هنايا، خدمين فاكتور داشا من عند دوم سعود هذا نورمال، لا فاكتور دوزيام دوس ا لي بيع ماتريال لابوراتوار في كومبلي اكفا تريوس بابي بقيمة تاع 286 مليون بلا ما يحط الريفيرونس نيميرو سيري، هذا كوميرسون هذا يبيع نورمال، ما حدش مي با لا ما حطش لا كاتالوج ما حط والو في لا فاكتور داشن تاعو. هذه هاي لا فاكتور ديفينيتيف تاع الفورنيسور. روحوا التقرير تاع الخبره تاع الخبير هذا، هاو لك تقرير الخبره اللي نقول لهنا لي فوتو تاع البي في تاع لوسي هذا تاع الوان هاوليك البارابلي هذاك لي تيليشارجا من الانترنت. ها الكارثة هنايا في التقرير الاولي اللي حطوه في في في, في المحضر الاول اللي حطوه في في الملف الموضوع في المحكمة في القسم التجاري يقول بلي كاين ستة تاع الماتريال دو زاباري فوتو بروفيسيونيل. البي في نتاعو اللي حطو حط غير تصويرة وحدة، هياك وراي هذه كاميرا كاينه وحده، هنا كاين دو زاباري فوتو بصح هو صوره غير وحده. واش دار في في في, في, في التقرير تاع الخبره تاع الخبير؟ عطالو دو فوتو، لا فوتو هذه بصح هاي لا فوتو هاياك وراهي، اعكسها وحطها هنايا تحت هاياك وراهي باش يقول بلي صور زوج، هي هذه هي هذه كاينه وحده هنايا مسيو ديكتور دي جينيرال دو لونساج هاي لاكوزي لحقاتو ما دار والو، طلب تدخل الوالي ولاية بومرداس هاي ليك لاكوزي، سيد الوالي عاود بعثني لونساج، لونساج قال لك ما عندهم حتى علاقة بالقضية.